أصغانا العزاء، نحن الآن في قاعة غارين ديميرجان في أرمينيا، نشاهد الفرق التي ستشارك للاحتفال بمناسبة الذكرى 25 لاستقلال جمهورية أرمينيا. هنا يتمرنون الفرق التي سيشاركون بالحفل الكبير لهذه المناسبة. تعداد الفرقة أو مجموعة الفرق التي ستساهم في هذه الاحتفالية الكبرى أكثر من 1000 موسيقي ومضرب. كل هذه الحشود هم أعضاء الفرق الموسيقية التي ستشارك بهذه الاحتفالية. الموسيقى العسكرية على جانب، وفرقة الآلات الشعبية على جانب آخر، وهنا نشاهد الفرقة السمبولية بمشاركة العديد من طلاب المدارس. إنه أكبر تجمع للفرق الموسيقية، ولأول مرة يشترك هذا العدد الهائل من الموسيقيين والمطربين للاحتفال بالذكرى 25 لاستقلال أرمينيا. وفي نفس اليوم سيكون في أرمينيا عرض عسكري في وسط العاصمة الأرمينية يرفان. نود أن نذكركم بأن هذه أول مرة في تاريخ العالم يتجمع هذا العدد الهائل من الموسيقيين والمطربين لتقديم حفل موسيقي. هنا نشاهد فرقة الآلات الوترية، تعدادها ما يقارب 300 موسيقي، وهنا فرقة الآلات الهوائية، وهنا نشاهد مجموعة المطربين. هذا جزء من المطربين اللي يبلغ تعدادهم 300 مطرب ومطربة.
نشاهد فرقة الطبول الذي يبلغ تعدادهم 120 عازف طبل، بالإضافة إلى ما يقارب 40 إلى 50 عازف لآلة الزورنا، آلة الزورنا الشعبية.